ricco fa canà, fa essere ricco scatolai. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف تكملة شرح الوحدة الاولى للصف الثالث الاعدادي المنهج الجديد ترم اول 2022. هنشرح النهاردة ان شاء الله اخر جزء في الوحدة اللي هو الدرس الخامس والسادس والسابع. نبدأ كالعادة بالكي فوكاب او الكلمات الرئيسية. عندي الكلمة الاولى كلمة سنشري 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 اللي هي طبعا قرن، والمقصود بالقرن هنا اللي هو 100 عام او 100 سنة. كلمة بوتري 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 اللي هي أواني فخارية، يعني حاجة مصنوعة من الفخار. جولاري 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 اللي هي مجوهرات، وطبعا ديت اسم لا يعد طعام المعاملة المفرد. فرنش 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 اللي هو فرنسي أو اللغة الفرنسية. كديف 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 اللي هو خديوي، طبعا ده كان لقب يطلق على حكام مصر في الماضي. كلمة famous famous اللي هو مشهور. gardener gardener جاء من كلمة garden اللي هي حديقة أو جنينة. gardener اللي هو الجنين، اللي هو الشخص اللي بيزرع ورود أو زهور أو بيشتغل في جنينة. forest forest معناها غابة. protect 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 معناها يحمي. history 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 اللي هو التاريخ. كلمات رئيسية. plants 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 اللي هي النباتات. find out find out find out معناها يعرف او يكتشف. important 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 معناها مهم. grow grow معناها يزرع. nowhere else nowhere else nowhere else يعني لا توجد في اي مكان اخر. street 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 اللي هو الشارع. make sure make sure make sure بمعنى يتاكد. flowers 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 اللي هي الزهور او الورد. bring 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 بمعنى يحضر او يجلب. nearby 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 معناها قريب من. indoors 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 معناها داخلي او بالداخل. partner 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 اللي هو شريك. advert 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 طبعا اللي هي اعلان. invitation 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 اللي هي دعوة. fantastic fantastic معناها رائع. reviews 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 اللي هي آراء، خصوصا لما الناس بتقول رأيها أو انتقادها لشيء. online online معناها عبر الإنترنت أو متصل بالإنترنت أو على الإنترنت. wear 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 معناها يرتدي. comfortable 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 اللي هي مريح. shoes 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 اللي هي حذاء، وطبعا ديت اسم جمع. map map اللي هي الخريطة. lake lake اللي هي بحيرة. museum 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 اللي هو المتحف. prefer 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 معناها يفضل. lovely 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 اللي هو جميل، يعني شيء جميل يبقى معناها beautiful. ناخد بالنا من نطق الكلمة ديت، ممكن اقولها brochure او brochure brochure او brochure 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 اللي هو كتيب او دليل. email 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 email. wild 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 اللي هي بري او مفترس. نروح للتكست اللي هو الريدنج ده، عباره عن زي اعلان يعني عن زياره للاورمان جاردن اللي حدائق الاورمان. يبقى فيزيت الاورمان جاردن يعني زي اعلان كده بيقول لنا زوروا الاورمان. طب من ضمن محتويات الاعلان بيقول ليرن اباوت هاو، يعني هتعرف كيف ان كديف اسماعيل اللي هو خديوي اسماعيل. asked يعني طلب من a famous french gardener اللي هو جنيني فرنسي. to plant ان هو يزرع a forest forest اللي هي غابة او حديقة كبيرة يعني. in the 19th century كلمة 19th اللي هي 19 وكلمة century طبعا للقرن، وخدناها في الكلمات اللي هو 100 سنة. طب من ضمن الاعلام بيقول find out يعني اعرف how the ormond garden ازاي ان حدائق الاورمان ديت became famous اصبحت مشهورة in 1910 اللي 1910. كمان learn اتعلم how the gardens ازاي ان الحدائق. protect معناها تحمي. many important plants and trees ازاي بقى بتحمي كثير من النباتات والايه والاشجار. see plants هتشوف نباتات. trees اشجار. flowers that grow nowhere else in Egypt يعني لا تنمو في اي مكان اخر في مصر. العنوان الدقي ستريت جيزة. طب نروح للتكست المهم. هاي عزة
I am looking forward to. خدنا طبعا تعبير دوت look forward to، قلنا من ضمن التعبيرات بجيب بعدها يا اما اسم يا اما فعل زائد اي ان جي. جاب لي هنا كلمه ايه؟ our trip، يبقى جابها كاسم. to the الأورمان garden. the garden opens at، الحديقه بتفتح 9 a.m. الساعه 9 صباحا. and it takes about an hour to get there by car، وهناخد الطريق تقريبا ساعة عشان نوصل هناك. طبعا get there معناها نصل هناك، there هنا المقصود بها اللي هي حديقة الأورمان. what time shall we come to get you؟ طب نفوت عليك امتى؟ نيجي ناخدك امتى؟ the online reviews اللي الآراء على الإنترنت are fantastic، يعني جميلة كلها كويسة. the garden is very big and there is lots to see، في حاجات كتيرة ممكن نشوفها هناك. make sure تعبير مهم خدناه على بعضه قبل كده، بمعنى تأكد. that you wear، بتقولها تأكد ان انت هترتدي comfortable shoes، يعني حذاء مريح. ليه؟ لان الحديقة كبيرة. I am sending you a map، طبعا قلنا map اللي هي خريطة، of the garden. you can see wildflowers اللي هي زهور او اشياء اللي هي نباتات، يعني wild اللي هي برية يعني زي نادرة يعني. and plants from all over the country. There is also a small lake، في كمان بحيرة صغيرة. and a museum، وفي متحف. what would you like to see first، يا ترى تحب تشوف ايه الاول؟ we could، could هنا مش معناها كان يستطيع، لا هنا بتعبر عن الاقتراح. bring some food with us، ممكن نجيب معنا بعض الاكل. or we could go to a nearby cafe، في مقهى كده او حاجة تشبه الريستورانت. for lunch، يعني عشان الغداء. what would you prefer؟ There is also a lovely shop، في محل جميل كمان. near the garden، جنب الجاردن. that sells، بيبيع pottery اللي هي الأواني الفخارية أو الحاجات اللي هي المصنوعة من الفخار. and jewelry اللي هي المجوهرات. فبتقول لها see you Saturday، هنا see you Saturday يعني أشوفك يوم السبت. اللي بعت الكلام ده طبعا كان مين؟ كان ريم. نروح بقى لأهم الديفينيشنز، التعريفات. عندك كلمة century، قلنا اللي هي القرن، معناها a period of. period of يعني فترة من، نكتب فوق كلمة period ديت معناها فترة من. 100 years اللي هي 100 سنة. gardener اللي هو الجنيني معناها someone، شخص who enjoys يعني بيستمتع به. growing flowers بيزرع زهور. and plants نباتات، أو ممكن أقول a person أو someone who works in a garden. jewelry للمجوهرات، واتفقنا هي اسم لا يعد يعني اسم مفرد، معناها small things that you wear، الناس بترتديها خصوصا النساء. for decoration للزينة، سواء مثلا في الايد او على النك اللي هي الرقبة. such as زي rings اللي الخواتم. or necklaces اللي هي السلاسل. pottery اللي هي اواني فخارية او فخار، معناها هنا objects اللي هي الاشياء. made out of clay اللي هي مصنوعة من clay اللي هو الصلصال. بعد كده بقى للجزء الجديد بالنسبة لنا السنة دي، اللي هي فكرة synonyms زي ما قلنا في الدروس اللي فاتت، اللي هي المرادفات يعني الكلمة واللي بيساويها. and antonyms قلنا طبعا اللي هي الكلمة وعكسها، وعرفنا ان دايما عليهم سؤال اساسي في الامتحان، هيجيب لي سؤال على السينونيم المرادف وسؤال على الانتونيم في سؤال الاختيارات. عند الكلمة الأولى عندنا كلمة indoors، طبعا قلنا معناها بالداخل يعني داخل المكان، يبقى قلنا بتساوي كلمة inside، يبقى ده المرادف بتاعها. العكس كلمة outdoors اللي هي خارج، أو كلمة outside. كلمة prefer قلنا بمعنى يفضل، يبقى معناها like، أو كلمة love يبقى العكس كلمة dislike بمعنى يكره، اللي هي بتساوي كلمة hate برضو بمعنى يكره. كلمة closed جاية هنا صفة خلاص بمعنى مغلق، أو بتيجي بمعنى مقفول، والسينونيم معاها كلمة shut، وطبعا العكس كلمة open اللي هي مفتوح. كلمة protect بتيجي بمعنى يحمي، بتساوي كلمة save، العكس بتاعها كلمة in danger. كلمة مهمة جدا لازم يكون حافظها كويس قوي، كلمة in danger بمعنى يعرض للخطر، عكس كلمة يحمي اللي هي protect. كلمة beautiful اللي هي معناها جميل، يبقى بتساوي كلمة nice، وخدنا كمان ممكن اقول كلمة attractive، العكس بتاعها كلمة ugly اللي هي قبيح. كلمة let بمعنى يسمح لشخص يعمل شيء. equals بتساوي كلمة allow معناها يسمح، ولكن خدنا الفرق ان كلمة let بجيب بعدها مفعول زائد المصدر، انما كلمة allow مفعول to زائد المصدر. العكس بتاعها كلمة stop معناها يمنع من، او كلمة prevent برضو بمعنى يمنع من.
نروح بعد كده للجزء الخاص بالبريفكس، قلنا اللي هو مقطع بجيبه في اول الكلمه، وسافكس قلنا اللي هو مقطع يضاف في اخر الكلمه. عندي المقاطع، عندي اول حاجه كلمه ان، طبعا كلمه ان بتيجي بمعنى داخل، خلاص. المقطع اوت يبقى بيجي بمعنى خارج، زي كلمه اوت سايد، هنا كلمه ان سايد. طبعا المقطع ان اللي هي يو ان قلنا بجيب عكس الصفه، واحطها في اول الكلمه عشان اجيب عكس الصفه. المقطع اي ار او او ار ده اسمه سافكس، مقطع بجيبه في اخر الكلمه علشان اكون اسم الفاعل من الفعل، زي مثلا كلمه ايه تيتش يبقى كلمه تيتشر وهكذا. المقطع تي اتش ناخد بالنا بقى من المقطع دوت، بحطه للكلمه علشان اكون حاجه اسمها العدد الترتيبي، اللي هي مثلا كلمه فيرست، كلمه سكند، كلمه فورس. من اول فورس اللي هي اربعه اللي هي كلمه فور، بنحط تي اتش عشان اكون العدد الترتيب. نشوف الامثله. عندي كلمه انسايد، المقطع اوت اي ان معناها داخل. كلمه اوتسايد، المقطع اوت او او يو تي يبقى بيدي العكس، يبقى خارج. كلمه كومفورتابل قلنا بنقول ان كومفورتابل يعني غير مريح، يبقى بنجيب عكس صفر. كلمه جاردنر حطينا اي ار عشان اجيب اسم الفاعل او الوظيفه من الاسم، تيتش تيتشر، جاردن جاردنر. كلمة 19 قلنا هنا بحط تي اتش عشان اجيب العدد الترتيبي، يبقى هنا معناها التاسع عشر. كلمة فيزيتور جاية من كلمة فيزيت، بنحط او ار، يبقى هنا جاية كاسم بمعنى الزائر. نروح لأهم التعريفات أو التعبيرات اللغوية اللي احنا شفناها في التكست. عندي كلمة ليرن اباوت معناها يتعلم أو يعرف. بلانت ا فورست معناها يزرع غابة أو حديقة كبيرة. ان ذا 19th century ان هنا ذا 19th century معناها في القرن ال 19. فايند اوت معناها يعرف او يكتشف. became famous معناها اصبح مشهور. would like to خدنا طبعا like بس ممكن اجيب ان جي، would like to هجيب مصدر، يبقى would like يبقى هجيب بعدها to زائد المصدر، معناها يريد او يحب او يتمنى او يفضل. nowhere else يعني مش موجوده في مكان اخر. look forward to خدنا طبعا من التعبيرات اللي هجيب بعدها يا اما فعل زائد ان جي يا اما noun اللي هو الاسم. تعبير مهم takes واجيب بعدها time وقت، في الحالة بنجيب to زائد المصدر معناها يستغرق وقت او يأخذ وقت. get there معناها يصل هناك، there دي تشير الى البليس اللي هو المكان. make sure بمعنى يتأكد من. from all over the world يبقى معناها من كل انحاء العالم. نروح لل confusing words اللي هي الكلمات المحيرة، ممكن تكون زي ما قلنا قريبة في الشكل او في ال spelling أو المعنى. عندي كلمة hour اللي هي الساعة، إنما هنا كلمة hour اللي هي ملكنا، اللي هي طبعا الملكية من كلمة we. كلمة review اللي هي رأي أو وجهة نظر، إنما كلمة view بتيجي بمعنى منظر طبيعي. كلمة map اللي هي الخريطة، كلمة mob اللي هي المساحة. كلمة wear معناها يرتدي، كلمة where اللي هي كان اللي هي الماضي من كلمة are. كلمة cafe اللي هي المقهى زي restaurant يعني، كلمة coffee اللي هي القهوة اللي هي المشروب. نروح للكلمة وعكسها. عندي كلمة famous اللي هي مشهور عكسها infamous أو unknown. nowhere مش موجودة في مكان عكسها يبقى كلمة everywhere في كل مكان. open معناها يفتح عكسها كلمة close اللي هي يغلق. protect بمعنى يحمي عكسها كلمة damage اللي هي يدمر. sell بمعنى يبيع عكسها كلمة buy اللي هي يشتري. نروح للأفعال الشاذة. عندي كلمة سيل الماضي سولد، تصريف تالت كلمة سولد، زي ما قلنا أهمية التصريف التالت ديت هتنفعنا في زمن المضارع التام بعد كده. كلمة باي بوت بوت، جرو جرو جرون، جيت جوت جوت أو كلمة جوتن كتصريف تالت برضه. نروح لأهم اللانجوج نوتس، وقلنا ديت اللي بتميز بقى الطلبة الشاطرة. عندي كلمة سنشري قلنا اللي هي القرن اللي هي 100 سنة. ديكيد اللي هي العقد اللي هي 10 سنوات. ميلينيوم اللي هي ألفية اللي هي ألف عام، ممكن أحطهم التلاتة في اختيار واحد. لما نقول a century is a period of 100 years. طب a decade اللي هي العقد اللي هي 10 سنوات is a period of 10 years. التعبير التاني look forward to، قلنا من ضمن التعبيرات اللي بجيب عليها إما فعل زائد ing يا إما اسم، وده بمعنى يتطلع إلى. لما نقول I look forward to the trip، يبقى هنا جاي اسم اللي هو كلمة the trip. I'm looking forward to visiting الأورمان garden، يبقى هنا جاب لي فعل زائد ING، يبقى ممكن نجيب يا إما اسم يا إما فعل زائد ING.
كلمة ريفيوز اللي هي آراء، وطبعا في الغالب آراء نقدية. خدنا انترفيو اللي هي مقابلة شخصية، وكلمة فيوز اللي هي مناظر طبيعي. لما نقول there are good reviews online about the match، يبقى في آراء كويسة عن المباراة. I had an interview، كان عندي مقابلة أو لقاء، to get the job، عشان أحصل على الوظيفة. كلمة take خدناها من ضمن التعبيرات اللي بعدها وقت، وتو زائد المصدر. طب بتساوي spend، يعني take و spend معناها يستغرق وقت أو ياخذ وقت، ولكن في فرق طبعا. مع spend هجيب وقت، في الحديث هجيب فعل زائد ing. لما نقول it takes an hour to get there، خدنا ساعة عشان نوصل هناك. I spend an hour studying English، هنا جبنا spend وقت و ing، هنا take وقت وتو زائد المصدر. زي ما اتعودنا بقى نطبق على الكلام اللي احنا قلناه ده بخصوص الملاحظات اللغوية. بقول we took 3 hours space our city، مفتاح الجملة هنا كلمة talk، طالما جاب لي كلمة talk اهيت، يبقى خلاص talk ووقت في الحديث بنجيب شطار to زائد مصدر، يبقى to reach. we spend a long time space homework، هنا مفتاح الجملة كلمة spend، يبقى ing، يبقى نحط كلمة doing، يبقى نقول doing homework. I am looking forward to، قلنا من ضمن التعبيرات اللي بجيب بعدها ing صح، يبقى نحط كلمة buying. I passed the space and got a job، وحصلت على وظيفة as a pilot، يبقى هنا يقصد بيه ان هو اجتاز المقابلة، يبقى هنحط كلمة interview. A space is a period of 100 years، فترة من 100 سنة، يبقى decade و century و millennium و year، لا يبقى قلنا طبعا قرن، يبقى هنحط كلمة century. بعد ما شفنا بقى الشرح نبدأ نروح للتمارين الخاصة بالدرس الخامس والسادس والسابع، وهنبدأ بسؤال الـ definitions اللي هي التعريفات. بول A space is a period of، قلنا طبعا كلمة period of يعني فترة من 100 years، خلاص المفروض حفظناها في التعريفات، فترة من 100 years 100 سنة، يا ترى ديكيد اللي هي العقد، ولا السنشري قرن، ولا السنت اللي هو السنت، ولا كلمة ميلينيوم اللي هي ألفية، لا يبقى هنا نحط كلمة سنشري اللي هي القرن. A space is someone، يبقى هنا بنتكلم على شخص عاقل، who enjoy بيستمتع ب growing اللي هي زراعة flowers اللي هي الزهور and plants النباتات، يا ترى ده garden خلي بالك اللي هي حديقة، ولا pilot طيار، ولا engineer مهندس، ولا gardener، لا يبقى هنا كلمة gardener اللي هو الجنيني. Space means small things، أشياء صغيرة، that you wear بنرتديها for decoration من أجل الزينة، such as مثل rings اللي هي الخواتم، يا ترى ديت jobs وظائف، ولا jokes اللي هي نكت، ولا jewelry مجوهرات، ولا books كتب، طبعا يبقى هنا الحل كلمة jewelry اللي هي مجوهرات. نروح بعد كده للجملة رقم 4، بيقول space means معناه objects اللي هي أشياء made out of clay مصنوعة من الصلصال، يا ترى كلمة poetry معناها الشعر، ولا factory اللي هي المصنع، ولا pottery اللي هي أواني فخارية، ولا كلمة battery اللي هي بطارية، طبعا يبقى الإجابة رقم C كلمة pottery أواني فخارية. space means معناها inside، مفتاح الجملة هنا كلمة inside معناها داخل a building، يبقى إن هنا المقصود بيها outside خارج، ولا outdoor خارج، ولا outdoors بالخارج، ولا indoors، لا يبقى معنى inside، يبقى هنا كلمة indoors أو كلمة indoor كمان لو كان جابها. نروح على اختيارات السينونيم والانتينيمز. بول let، let قلنا بمعنى يسمح، and allow قلنا معناها يسمح، are يبقى let و allow، يا ترى يطلعوا verbs أفعال، ولا synonyms مرادف، ولا antonyms مضاد، ولا خلي بالك A and B. طب نشوف A and B، A verbs let فعل، وكمان ان الاتنين بيكونوا synonyms مرادف، يبقى هنا هنختار A and B، يبقى هم افعال وفي نفس الوقت كلمات متساوية. protect is the، كلمة protect قلنا بمعنى يحمي، is the space of in danger، طب قلنا protect يحمي و in danger معناها يعرض للخطر، يبقى هل هما او الاتنين هنا متساويين ولا عكس بعض؟ لا يبقى يعتبروا عكس بعض، عكس بعض هنا يبقى كلمة antonym اللي هي الإجابة رقم B. space and outdoors، كلمة A من دول ومع كلمة outdoors are antonyms، antonyms يعني عكس، يبقى هو عايز هنا عكس كلمة outdoors، out يبقى عكسها ايه؟ in، صح، يبقى هنا نحط كلمة indoors. the space of beautiful is ugly، طب نشوف beautiful يعني جميل و ugly يعني قبيح،
متساويين ولا عكس بعض؟ لا يبقى عكس بعض، يبقى احنا نحط كلمة opposite. ذا اوبوزيت اوف ليت، كلمة ليت ها بمعنى يسمح، هو عايز هنا ايه؟ اوبوزيت، اوبوزيت يعني عكس، عكس يسمح. يبقى يا ترى بريفنت يمنع، ولا ستوب يمنع او يوقف، ولا الاو يسمح، ولا ايه اند بي؟ لا يبقى هنا عكس كلمة ليت كلمتين، بريفنت وكلمة ستوب، يبقى هنا ايه اند بي. نروح على البريفكس والسفكس. بول ذا بريفكس سبيس مينز معناه انسايد، كلمة ان خلاص سايد، كلمة انسايد يبقى معناها بالداخل، بالداخل هنا يبقى ان ولا اوت ولا اوف ولا كلمة نس، لا يبقى هنا نحط كلمة ان. وي يوز ذا سفكس سبيس تو فورم ذا ناون فروم، طبعا ديت كلمة فروم، فيزيت، كلمة فيزيت عشان احولها لاسم يبقى فيزيتور، يبقى هنا بنحط او ار. To get the opposite of comfortable، كلمة comfortable بمعنى مريح، عكس مريح يبقى we add the prefix ها comfortable، من غير ما ابص على الاختيارات يبقى uncomfortable، يبقى الإجابة رقم D. The prefix space means one، كلمة one يعني واحد، يا ترى multi، multi معناها كثير أو عديد، by كلمة باي معناها ثنائي، ولا كلمة مونو معناها واحد أو بمفرده، ولا سيفرال، لا يبقى هنا كلمة مونو، وناخد بالنا من المعلومة دي إن كلمة مونو معناها one. The suffix space gives the adjective from beauty، طب كلمة beauty اللي هي الجمال عايزين نحولها لصفة، عارفين جميل، يبقى كلمة إيه؟ beautiful، يبقى هنا زودنا F U L اللي هي الإجابة الأولى. نروح لجمل استنتاج المعنى، عرفنا طبعا في الامتحان هيجيب لي جمله واقول استنتج معنى كلمه معينه. بول ان سم ارياز، في بعض المناطق، ذا سن سم تايمز ستارتس فايرز، يعني ممكن تكون هي سبب الحرائق. ذا وورد ستارتس هير في الجمله ديت يا ترى معناها ستوب تمنع، ولا كوز تسبب، ولا بوت اوت يطفئ، ولا دريمز؟ ها مين شاطر فاهم لما بقول هي بتسبب الحرائق؟ يبقى هنا كوزز اللي هي الاجابه رقم بي، جايه هنا طبعا فعل بمعنى يسبب. Some people who come to أسوان، بعض الناس اللي بيروحوا أسوان أو بيجوا إلى أسوان، take a taxi to the museum، بياخدوا تاكسي عشان يوصلوا إلى المتحف. We can replace، ممكن نشيل people، كلمة people، ونحط مكانها يا ترى visitors ولا statues ولا drivers ولا astronaut، طبعا يبقى هنا كلمة visitors اللي هم الزوار. She likes wearing، تحب ترتدي space such as مثل rings and necklaces، يبقى الرينجز والنيكلاسز يا ترى يطلعوا جولاري مجوهرات ولا بوتري اواني فخاريه، ناشوناليتيز جنسيات، ولا ميلز اللي هي وجبات؟ لا يبقى هنحط هنا كلمه جولاري اللي هي مجوهرات. خدنا في الوحده ديت او في الدرس الخامس والسادس والسابع جزء خاص بالجرامر اللي هو التعبير عن الاقتراح، كنا خدنا طبعا تعبير عن الاقتراح بستخدم كلمه هاو اباوت او كلمه وات اباوت، والاثنين الاهم بالنسبه لنا ان كلمه هاو اباوت وات اباوت اجيب بعدهم فعل زائد اي ان جي او اسم. ادي اول معلومه. المعلومه الثانيه ممكن استخدم حاجه اسمها شال وي، نعرف ان كلمه شال وي بجيب بعدها دايما مصدر بدون اي اضافات. تعبير ثالث اسمه واي دونت وي او يو، يبقى ممكن اقول واي دونت وي ماشي او واي دونت يو، اللي يهمني ان الاثنين هجيب معاهم مصدر بدون اي اضافات. تعبير ثالث كلمه ليتس، دايما كلمه ليتس هجيب بعدها برضو انفينيتيف مصدر بدون اي اضافات. Would you like to؟ طالما جاب لك كلمة would مع كلمة like يبقى دايما بتجيب to زائد المصدر، وركز على ديت كويس قوي لان ممكن يجيبها لي في سؤال التصحيح. يبقى would طالما جاي مع like وكمان جاي مع prefer او كلمة love، وهنشوف المعلومة ديت دلوقتي، دايما اجيب to زائد المصدر. المثال بيقول how about، يبقى اجيب ان جي يبقى going، let's يبقى مصدر قلنا كلمة watch، why don't you يبقى مصدر يبقى كلمة by. طب تعبير عن التفضيل قلنا ممكن استخدم لايك او لاف او بريفير، عموما لايك لاف بريفير هجيب بعدهم فعل زائد اي ان جي، ولكن خد بالك طالما جايب قبلهم كلمه ايه؟ وود، بقت وود لايك وود لاف وود بريفير، في الحاله ديت يا بطل هتجيب مصدر لا تو زائد مصدر بدون اي اضافات. معلومه زياده ان كلمه بريفير بتيجي بمعنى يفضل شيء على شيء، في الحاله ديت التكوين بريفير يبقى معاها كلمة تو. طب خد بالك بقى، بريفير بجيب بعدها الشيء، الشيء ده ممكن يكون اسم أو فعل زائد أي إن جي، تو هنا مش بجيب بعدها مصدر بقى، لأ تو بجيب بعدها برضو اسم أو فعل زائد أي إن جي، يبقى المعنى هنا يفضل شيء على شيء. بمعنى إيه؟ لو قلت أي لايك دوينج سبورتس مفيش مشكلة، لايك أي إن جي، أي وود لايك، يبقى هنا وود ولايك تو زائد المصدر. خد بالك بقى من التعبير الأخير دوت،
I prefer معناها بفضل swimming اللي هي السباحة to reading، يعني بفضل السباحة على القراءة، يعني هو بيحب السباحة. طب prefer اهيت جبنا الشيء، ممكن يكون اسم او ان جي، وتو والشيء برضو التاني يكون اسم او فعل زائد اي ان جي. طب نطبق بقى حل جرامر على التعبيرات اللي احنا قلناها. نروح للسؤال الاول، بيقول هاو اباوت، ها انت خلاص حفظت اهو هاو اباوت، بجيب بعدها ايه؟ فعل زائد اي ان جي، برافو، من ريفايز يبقى كلمه ريفايزنج. طب اي وود لاف، هتقول لي عندي لاف، هقول لك لا خلي بالك ده انت عندك وود، اه صح وود، يبقى في الحاله دي بجيب تو زائد المصدر يبقى تو جو. ليتس اتفقنا بجيب مصدر بدون اضافات، يبقى هنا كلمه فيزيت. اي بريفير دوينج سبورتس تو ستاي، حد يقول لي ده الجمله كده صح يا مستر؟ تو زائد المصدر، هقول لك خد بالك ده هنا معناها يفضل شيء، عرفت منين؟ ان هو جاب بعد بريفير اي ان جي او اسم هيت، وتو يبقى لازم اجيب اسم او اي ان جي، يبقى ستاي هتبقى ستايينج. وود يو لايك، حفظنا طالما جاب لك وود مع كلمه لايك يبقى على طول تو زائد مصدر يبقى تو هاف. Does he ready for the next match؟ طبعا خدنا قبل كده في الجزء الاولاني في الجرامر، وطبعا هسيب لكم الفيديو الكامل بتاع الجرامر في الوصف اسفل الفيديو. قلنا ready ديت تعتبر صفه، يبقى انا محتاج فيرب تو بي، ديت صيغه استفهام سؤال، يبقى هنا هنبدا بكلمه is عشان الفاعل هي، يبقى is he ready for the next match. The sun rises always in the east، حفظنا في جرامر الوحده ديت ان علامات الازمنه اللي هي او بنسميها ظروف التكرار زي كلمه always والكلام ده، لو جاي فعل اساسي اي فعل غير فيرب تو بي يبقى العلامه تيجي الاول، يبقى قلنا هنا كلمه always ونحط كلمه rises. Where does Ali، خدنا في تكوين السؤال ان كلمه does او do او did معاهم مصدر بدون اي اضافات، يبقى لازم نحط كلمه go. حد يقول لي طب ما انا عندي علي، هقول لك لا علي هنا ملهاش تاثير، التاثير هنا اللي هو كلمه does، يبقى لازم اجيب بعدها فاعل ثم مصدر بدون اضافات. He was born in April 10th. خدنا في شرح الوحدة الأولى في الجرامر برضو إن هو هنا بيتكلم على التاريخ، ما بيتكلمش على إبريل بس، لا ده بيتكلم على يوم 10. قلنا طالما جاب لك تاريخ يبقى بتحط حرف الجر on. She doesn't waste her time. هتقول لي she بتاخد doesn't، هقول لك تمام، بس خد بالك doesn't المفروض ما فيش بعدها مصدر في اس، ده المفروض مصدر بدون إضافات، يبقى البديل زي ما خدنا في شرح الجرامر، برافو صح، ناس قالت الإجابة، يبقى نحط كلمة never، يبقى she never wastes her time. ديت بقى الواجب بتاعنا المفروض ليه التمارين على الدرس الرابع والخامس والسادس. طبعا الملف ان شاء الله بتاع الشرح هيكون موجود اسفل الفيديو، رابط الشرح بتاع التلات وحدات من ضمنهم الوحده الاولانيه ديت، ده هنحله ان شاء الله، واي سؤال يقف قدامنا مفروض هنناقشه ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. ده الجزء الخاص بالرايتنج اللي هو الكتابه، اللي ازاي بقى نكتب ريفيو او باراجراف، وبرده كل ده كنا شرحناه في الفيديو الخاص بموضوعات الكتابه واهم الموضوعات المتوقعه ان شاء الله للترم الاول وازاي نتعامل معاها، برده هنقرا الجزء دوت، وهسيب لكم الرابط بتاع الملف كله وبتاع الفيديو الخاص بالكتابه اسفل الفيديو دوت في الوصف ان شاء الله. بالإضافة بقى للواجب العام بتاعنا اللي هو الإجزام الامتحان الشامل على يونت 1، طبعا ده المفروض إن شاء الله برضو هنحله، وهنعمل إن شاء الله فيديو مجمع لكل الإجزامز الخاصة بالوحدات بعد ما نخلص إن شاء الله أول ثلاث وحدات، هنعمل مراجعة شاملة على كل يونت إن شاء الله. انتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم وشرح الوحدة التانية للترم الأول للصف الثالث الإعدادي، طبعا احنا قلنا بنحل من المذكرة ديت، وكمان المفروض هنطبق من كتاب المعاصر، وكنا نزلنا الإجابات الخاصة بالوحدة الأولى كاملة بتاع كتاب المعاصر، وبرضه الروابط هتكون موجودة أسفل الفيديو.